كانت الأمور في استاد أحمد بن علي في نادي الريان تسير وفق ما هو مرسوم لها قبل انطلاق اللقاء الجماهيري بين الرهيب صاحب الأرض وضيفه الملك القطراوي. باصات الفريقين تصل في مواعيدها بالتزامن. المصادفات حاولت الإيحاء قليلا أن اليوم لن يكون للرهيب عندما سقطت مفاتيح عمارة ديانيه على الأرض باعتباره أول من وطأت قدماه من اللاعبين استاد الريان، إلا أن العدسة أدركت على الفور أن أهمية اللقاء سحبت تركيز اللاعبين من كل شيء إلا المباراة فقط. وفي الملعب أجرى الفريقان تدريبات الإحماء وفق المعتاد، وخلالها لاحظت العدسة أن خطوط الملعب غير واضحة ومعالمها مطموسة عند الزوايا وعلى الخطوط الخارجية، الأمر الذي أثار نوعا من الشك عند الحكم الأول ومساعديه، لكن أحدا منهم لم يعترض ولم يثير الأمر اهتمام مراقب المباراة أو أعضاء لجنة دوري المحترفين، لكنه أثار اهتمام العدسة. كان عندنا ماكينة كنا احنا مسويينها، مدير المنشأة هو صممها على مواصفات معينة، فكانت الخطوط دائما احنا كنا بنراقب الشركة في موضوع التخطيط، وبلغناهم ان هم كانوا بيعيدوا على الخط مرتين او ثلاثة العام، وكان الخط بيطلع واضح عشان هي لها سمك معين ودرجة معينة. هاي السنة الشركة من بداية الموسم جابوا ماكينة جديدة، واحنا لاحظنا هاي الشيء من امس في المباراة امس، وبلغناهم الشركة ان يرجعون حق الماكينة القديمة عشان بتطلع الخط بناء عليها بتطلع الخط واضح وظاهر في المباراة. عموما لم يكن لتخطيط الملعب آثارا سلبية، فقدم الفريقان واحدة من أفضل وأجمل أمسيات رمضان الكروية، وحفلت بكل أنواع الفنون والإثارة، أهداف ملعوبة بالرأس والقدم وأخرى تضيع بغرابة شديدة، لكنها تلهب الحماس خارج وداخل الملعب، والحارسان يتألقان ويقدمان فاصلا من الألعاب الهوائية برشاقة وخفة ويقظة، وصواريخ تخلع القلوب وتحف بجوار القائم، ومفاجآت غير متوقعة تجعل المدافعين وكأنهم يخرجون من باطن الأرض لينقذوا مرماهم في اللحظات الأخيرة، ومنافسات حامية بين روجر وسوريا في إهدار الأهداف السهلة، وميتسو يتابع اللقاء باهتمام وفضول. الكرة لم تهدأ لحظة حتى أنها اشتكت من الإرهاق وطالبت بتغييرها قبل نهاية الشوط الأول بدقائق. اللقاء بدأ صعبا على الجميع، مدربون قبل اللاعبون، بينما كانت الجماهير الفائزة الأكبر باللقاء، وكان الكل ينتظر هدفا في أي وقت وكل وقت، لكن لمن؟ لا أحد يعلم. اللعب داخل الملعب كان جميلا، لكنه من الخارج وعلى الدكة كان أجمل، وبدأ وكأنه مباراة في الشطرنج بين مدربي الفريقين. مدرب الريان يلعب نقلة سحرية عندما استبدل مهاجمه ألويزو بالجناح العائد عادل لامي، بعدما تأكد أن الوصول لعرين الملك لن يتم من العمر، وبالفعل كان لامي حامل أسرار الرهيب، ومن أول كرة له يرفع عرضية نموذجية يستقبلها الحسني برأسه رائعة لتعانق الشبك. الإثارة لم تعرف نهاية في هذا اللقاء، والملك يبقى هو الملك، ويتقدم القرقوري ويسدد صاروخ أرض أرض يفاجئ به حارس الرهيب قبل أن يحضن الشباك. واعتقد كل من في الملعب أن التعادل عادل بين الملك والرهيب، لكن الداهية ريكاردينيو يرفض ويتقدم من خارج الصندوق ويراوغ ويطلق صاروخا أحدث دويا هائلا، ويضع نهاية لمباراة الشطرنج الدائرة خارج الخطوط، ويفرح أتوري ويقول بكل ثقة وهدوء: كش ملك. تعرض اللاعب الخلوق عبد الرحمن مصبح لإصابة أوجعت القلوب، وهي تتسبب في آلام مبرحة لبعوم، وداخل غرفة التبديل سارع طبيب الفريق وقام بوضع رباط طبي على قدم اللاعب، لكن الآلام كانت مبرحة، وخشي طبيب الريان أن يكون هناك كسر، فقرر استدعاء رجال الإسعاف لنقل عبد الرحمن إلى المستشفى لعمل الإجراءات اللازمة. وكانت أعصاب إداري الريان على أشدها، ولم يتحملوا تأخير رجال الإسعاف عليهم. وبعد أن أخذ المسعفون بعوف إلى المستشفى، سارعت العدسة إلى طبيب الفريق لتطمئن على اللاعب. هي إصابة في الأنكل، بس الفحوصات الأولية ما فيهش خطر إن شاء الله على حالته، بس حبتنا أنه يروح المستشفى عشان يسوي صور وكشف،
وان شاء الله حسب الصور الفحوصات الاوليه مو اصابه خطيره ان شاء الله. وبالفعل كان تشخيص الطبيب في محله، واثبتت الفحوصات سلامه قدم بعوف، وكانت العدسه في استقباله بمجرد عودته للاطمئنان عليه. الحمد لله صابت، الحمد لله طلعت خفيفة، مجرد ان انا حسيت يعني بصوت يعني في الانكل هذا اللي خوفني، فعلى اعتقاد انه كان كسر او انه شيء، بس الحمد لله الله ستر في اللعبة والحمد لله.